حياكم الله اينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. سجلت شركة توزيع المنتجات النفطية ارتفاعا كبيرا في كميات استهلاك الغاز السائل للسيارات من خلال المنافذ التابعة لها ومنافذ شركة تعبئة الغاز خلال النصف الأول من العام الحالي. وأشارت الشركة إلى بلوغ الكميات المباعة من الغاز السائل خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 105 ملايين لتر لشركتي توزيع المنتجات النفطية وتعبئة الغاز، وهي كمية كبيرة مقارنة مع الأعوام السابقة. من جهتها قالت هيئة التجهيز إن مجموع المنافذ التي تحوي مزودات الغاز العائدة إلى شركتها وشركة تعبئة الغاز بلغت 95 منفذاً أهلياً وحكومياً. أعلنت وزارة المالية عن توقف المصارف كافة عن استقبال العملاء بسبب الجرد نصف السنوية. وأبلغ مصدر في الوزارة أن الائتمانات والتسهيلات المصرفية ستتوقف يوم الاثنين لأغراض تطبيق الحسابات والموازنات نصف السنوية، وبالتالي لن يكون هناك استقبال للعملاء في هذا اليوم. وأضاف المصدر أن المصارف ستستأنف أعمالها الثلاثاء، مشيرا إلى أن رواتب المتقاعدين لن تتأثر في حال إطلاقها بهذا الأمر لأنها ترفع إلكترونيا. أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية عدم وجود أي زيادة برواتب المشمولين بالإعانة الاجتماعية. وقال عضو اللجنة أمير المعموري إن قانون الموازنة العامة لم يتضمن في فقرته أي زيادة برواتب المشمولين بالإعانة الاجتماعية، إلا أن قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 في إحدى فقراته تضمن أن تقوم الحكومة بزيادة رواتب المشمولين بالإعانة، لكن لم يتم تطبيق هذه الفقرة حتى الآن. كشف أمين عام غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة عن زيادة هجرة الإيرانيين إلى العراق، مبيناً أن معظم المهاجرين من القوى العاملة. وقال الأمين العام للغرفة إن حاجة البلاد لليد العاملة والسلع والتفاوت الكبير في القيمة النقدية بين العراق ودول الجوار أدى إلى تأجيج ظاهرة الهجرة هذه، مؤكداً أن أحد أسباب هجرة الإيرانيين إلى العراق هو إدراك القوى العاملة الإيرانية أنها ستصل إلى مستوى اقتصادي أفضل في العراق مقارنة بإيران. أكدت مديرية سياحة خانقين تسجيل أضعف عيد سياحي في تاريخ القضاء لأسباب متعددة. وقال مدير سياحة خانقين سمير سردار إن القضاء شهد أسوأ عزوف سياحي خلال العيد، وهي سابقة لم يشهدها القضاء في تاريخه حتى إبان الظروف الأمنية المضطربة والعمليات العسكرية وتداعياتها خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن أعداد السائحين والوافدين إلى خانقين قليلة جداً لأسباب مناخية وامتحانات الدراسة الإعدادية والتعافي المعيشي الذي دفع مواطنين من داخل وخارج خانقين لقضاء العيد في كردستان العراق أو بغداد أو السفر خارج البلاد. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.